مرحبا، اليوم رح نعمل سوا البسبوسة بالقشطة، وهي المقادير اللي رح نحتاجها ورح نعرف هون نحن عم نطبق الوصفة. كتير سهلة وما بتاخد وقت، يعني أسرع حلو فيكي تعملي. رح نكسر أول شي بيضتين، نضيف عليهم نص كوب سكر، وهون لازم نستخدم نفس الكوب لكل المقادير اللي رح نستعملها. رح نخفق كتير منيح ورح ننزل بشوية فانيلا، يعني فيك تقولي ذرة. نخفقهم كتير منيح، بعدين نزلنا بربع كاسة زيت نباتي. هلا رح نضيف معلقتين أكل لبن زبادي. هلا رح نضيف كوب سميد خشن. وكوب جوز هند. ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. هون منيح، هون ما بتنخف كتير، المهم يختلط المكونات منيح ويتجانسوا. حطينا ذرة ملح، هلا بنجيب القالب بندهنه كتير منيح بالزبدة، أي قالب متوفر عندك. أنا هون مستخدمة صحن ألمنيوم. وحطينا نص الخليط بالقالب هون. طبعا إذا أنت حابة تعمليها من غير قشطة فيك تحطي القالب كامل، الخليط كامل بالقالب وخلص الموضوع على الفرن. أنا حبيت أحشيها بالقشطة فحطينا طبقة من الخليط، ونزلنا عليها بطبقة من القشطة، وزعتهم هيك مثل ما لنا شايفين. بعدين نزلت بطبقة تانية من الخليط، يعني كملت اللي باقي من الخليط فوق القشطة. هيك صارت البسبوسة جاهزة لحتى نحطها بالفرن. أنا حطيتها على درجة حرارة 200 وطلعتها بعد تقريبا نص ساعة، بس راقبيها لأنه بيختلف الوضع من فرن لفرن. وبعد ما طلعتها من الفرن وهي لسه سخنة نزلت عليها بالقطر أو بالشيرة، وزينتها بالفستق الحلبي المجروش، وصحتين وهنا. جربوها رح تعجبكن كتير كتير.
ولا تنسوا إذا عجبتكم الوصفة تعملوا سبسكرايب ولايك وشير.